السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا معكم واحد لاغوسيت اللي هي سهله وبسيطه كما عودناكم، ان شاء الله غادي تكون مهلبيه. كما كتشوفوا المقادير بساط والوقت حتى هو غادي يكون قصير، ما غاتاخذ منا بزاف ديال الوقت. وهاد لاغوسيت هادي ما كايناش في لوغوبو، يعني غادي نخدموها بلو بروغرام مانيوال. وبقاو معنا باش تشوفوا المقادير والطريقه. كما كتشوفوا هنا عندنا بروغرام مانيوال، غندخلو غنديرو درجة الحرارة في 90، وغنديرو دقائق، ما عندنا 10 دقائق كافية انها طيب لنا هاد المهلبية. ولا فيتاس غنديروها في 3. كما كتشوفوا هذا رأس التحريك اللي غنحتاجوه، غنركبو لابال ومن بعد نبداو نزيدو في المقادير. كنضيفو لوغوبو 500 ملل ديال الحليب نسيطرو، كنزيدو عليها 60 غرام ديال سكر سنيدة، وكنزيدو عليهم 30 غرام ديال النشا. هادشي اللي كاين، واللي بغا يزيد سكر فاني يزيد اختيار باش يزيد. صغي ونسدو لوغوبو ديالنا ونخليوه يخدم في لو بروغرام اللي ديجا كنا درناه ريقناه. كما شفنا 10 دقائق 90 درجة و3 في لافيتاس. هنا من بعد ما سالات غنزيدو لها معلقة ونص ديال ماء الزهر، وغادي نخليوها تخدم 30 سكوند في 4 لافيتاس. وهادشي اللي تحتاج انها هاي دابا سالات كما كتشوفوا معانا. غنحلو نشوفو واش الخليط ديالنا هو هذاك. وكما كتشوفوا لا تيكستور ديالها زوينه في الناقع، وكنقدموها وكنزوقوها بداكشي اللي حبينا. انا هنايا زوقتها بشويه ديال القرقع، وتقدروا تزيدوا الطماط، تقدروا تزيدوا ديروا فستق اللي بغيتوا. وها هي واجده معنا كما كتشوفوا. نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وبالصحه والراحه. نتلاقاو في وصفه جديده مع لوغوبو كوكتيل.